فيسبوك بقى معلش. وهذه اول مشاركه ليا في مرحبا بسم الله عليك. نظمت دار الثقافة محمد سراج لولاية سكيكدة العديد من المعارض الفنية المنوعة لإبداعات المرأة السكيكدية من حرفيات وجمعيات ثقافية فنية فاعلة بهذه الولاية الكريمة. إذن تضمنت العديد من المعارض كما ذكرت، في الحلويات، اللباس التقليدي، الديكور، أيضا الأشغال اليدوية. هذه المبادرة دائما تنظمها دار الثقافة محمد سراج من أجل إبراز إبداعات النساء وتحفيزهن على تقديم المزيد من العطاء والإبداع. أيضا هذا المعارض كما ذكرت تستمر إلى غاية العاشر من هذا الشهر، أي 10 مارس، أين تختتم فعاليات هذه التظاهرة بتكريم المشاركات في هذه التظاهرة، طبعا مع تقديم عرض الأزياء في حفل الاختتام. أيضا دار الثقافة بهذه المناسبة سوف تنظم معرض فني تشكيلي خاص بالفنانة بورشاق إلهام. أيضا أكيد هو أيضا هذا الفضاء كما عودت دار الثقافة روادها وأيضا جميع زوارها بأن هذا المعرض يدوم عدة 3 أيام أو 4 أيام لإبراز إبداعات كما قلت النسوة، وأيضا من أجل فتح مجال التسويق لمنتجاتهن وتحضيرها لبيعها لجميع زوار هذه المؤسسة. المرأة حي كل مرأة الجزائرية سواء في أي قطاعات طبية أو أمنية أو رياضية أو ثقافية أو في الصعيد الفني أو في الصعيد الرياضي. بهذه المناسبة وجه تحية خاصة للمرأة، خاصة المرأة العاملة التي تسهر على الأم، هي المربية الأجيال، وتحية لكل مرأة. أنا ممثلة وقدم كل التحاني للفنانين الصعيدين وفنانين نتمنى ان شاء الله المسرح الجزائري يتطور والثقافة تاعنا تطور في ولاية سكيكدة ونمدو تقدم الاحسن. وهذه هي ونقدرنا بالمنتوجات تاعنا، جينا باش نوريو خدمتنا واش نقدروا نديروا واش نقدروا نخدموا، نوريو الانتاج تاعنا للناس باش يجيو ويقصدونا. ونشكر دار الثقافة هذه اللي عطاتنا الفرصة هذه باش نجيو نوريو المنتوجات تاعنا ونخدموها ونستعرضوا المنتوجات تاعنا. وماذا بينا المبادرة هذه تتكرر عرض منتوجاتنا ونديروا شهرة لروحنا، وحنا شغل بداية المشوار تاعنا، ماذا بينا نزيدوا نتعرفوا أكثر. ولا نهني المرأة الجزائرية بعيد بمناسبة عيد المرأة والمرأة السكيكدية بالخصوص. شاركنا بأطباق تقليدية وعصرية باش نبرزوا المرأة الجزائرية خاصة على واش راهي قادرة تخدم. هي في طبيعة الحال المرأة في جميع المجالات، مجالات ثقافية، رياضية، فنية، تربوية، مهندسات، هناك جمعيات يتقن الطبخ ويتقن الأكلات، ومعظم النساء بالفطرة تميل للمطبخ فهي تبدع. الأم والجدة والمرأة الجزائرية بصفة عامة، يعني جدواتنا كما يقولوها ناس بكري خلونا توراث كبير.